الجزء الثاني من حواراتنا عن العصر البطلمي بنهايه حكم بطلميوس الثالث، وقلنا ان العرش انتقل من بعده لابنه بطلميوس الرابع، عملنا العلامه دي في نهايه الفيديو. العلامه دي معناها ان اسره البطلمه بدات من هنا المرحله الثانيه اللي هي مرحله الانهيار. ليه؟ بطلميوس الرابع لما وصل حمل لقب فيلوباتور يعني حبيب ابوه، وكان عنده ملك رهيب. البطلمه كان لهم ملك وكانت دوله قويه وكانت دوله ذات سياده و و و كتير حاجات نقولها، يعني نقول حاجات كتير على اسره البطلمه. لكن في نفس الوقت اسره البطلمه بدات تفقد جزء كبير من نفوذها. ليه؟ لان الملك اصبح يعتمد على وجود عناصر اجنبيه بتدعمه، كان اهمهم الشخصيتين اللي كانوا متواجدين في الاصل سوسيبيوس واجاثوكليس. في نفس الوقت ابتدى يبعد المصريين. في الوقت ده كان السوريين بيتحركوا بكل قوه، او السلوقيين اسف بيتحركوا بكل قوه لمحاوله استعاده نفوذهم على منطقه جوف سوريا. الملك فوجئ 217 بان السلوقيين بيتحركوا، فابتدى يسال اصدقائه: ها الوضع اعمل ايه؟ اروح فين؟ قالوا: ولا تقلق، انت راجل قوي وراجل عظيم وراجل، بالعكس ده انت الجيش بتاعك كمان ما تقدر تدخل فيه الناس المصريين الغلابه اللي هم ولا ليهم اي شيء. وبالفعل اتقسم الجيش البطلمي في المعركة السورية الرابعة، أو اللي بنسميها معركة رفح زي ما حكينا عنها تفاصيلها بوليبيوس، على إن الجيش المصري اتقسم، أو الجيش البطلمي اتقسم لثلاث أجزاء. الملك مع جنوده على الخيول، متفق على الأفيال، ثم المصريين معاه واقفين على رجلهم. بدأت الحرب، بدأ الصراع ما بين الأطراف. الحرب استمرت مدة مش طويلة، لكن انتهى الأمر بانهيار الجيش البطلمي. لم يتبقى على أرض المعركة إلا المصريين، وعلشان كده أظهر المصريون تعاطفا مع الملك وقالوا في مرسوم رفح: فلنحيي الملك العظيم حون نفر الطفل الجميل او الابن الجميل للاله. لكن التاثير اللي تركته الحرب دي كان تاثير سلبي جدا. ليه؟ التاثير السلبي ان المصريين استشعروا بقوته، وانهم مش مجرد شويه فلاحين نزرع الارض عشان البطالمه يعملوا ويقولوا عليهم اسيادنا او اللي احنا بنخدمه، لا بالعكس، دي ارضنا وده شغلنا ودي حياتنا. فاول مكان كان استقلال الجنوب، استقلال الصعيد عن خماحور وعن خوين نفر، اعلنوا استقلال المنطقه الجنوبيه. الملك بطلميوس الرابع تقبل هذا الامر، بل انه قام المصريون بانشاء معبد، يمكنني ان اطلق عليه مع حضراتكم معبد اعتذار، كان للمعبودة حتحور ربة الغرب، وكان معها أمون، وكان في مأسورة للمايت مأسورة العدالة، وصور عليها، يمكن هنشوف صورة ليه واحنا بنعرض للمرة الأولى والأخيرة منظر محاكمة الملك المصري، منظر المحكمة عادي، لكن المرة متصور قدام العمعم أو اللي هو الملتهمة، موجود واحد قاعد وعلى علامة الحكام، يعني أنا بحاكم الحكام، بحاكم الحاكم. كان منظر فريد وجديد، على الرغم من ان احنا في اسكندريه نقول الملك البناء، الملك اللي شايد، لكن هذا لم يمنع بانه كان غير مقبول من المصريين اللي زي ما بيقولوا بالبلدي شموا نفسهم. 205 قبل الميلاد مات بطلميوس الرابع، وكان معه اجاثوكليس وسوسيبيوس وزوجته وابنه اللي كان انجب وكان طفل صغير هو بطلميوس خمسة اللي هياخد لقب ايبيفانيس يعني الظاهر. الولد ده لما اتولد كان ابوه بيوعده مع امه انه هيكون الملك من بعده، لكن عند موت الاب كانت القصه هنا مختلفه، لان الشخصيات اللي حوالين الملك من المنتفعين مش هيلاقوا دور، فقتلوا زوجته واعلنوا نفسهم اوصياء على ابنه بطلميوس الخامس. لكن هذه المره زي ما قلت لكم المره اللي فاتت ان الفعل ورد الفعل، الفعل بقى بقى مصر رفضوا وقاموا واخذوهم الى الجيمنازيوم. الجيمنازيوم الإسكندرية كان بمثابة مركز محكمة وليس مركز تأهيل للشباب أو مركز للمراهقين. اتقتل اليهود أو الأشخاص اللي كانوا قريبين من الملك، وبدأ حكم بطلميوس الخامس مع وصي مصري حتى وصل إلى الحكم، وبدأ يقدم التنازلات إلى المصريين وأقام عدد من المنشآت واهتم بالنوبة. جميل، لكن حدثت نفس مشكلة الفيضان. هذه المشكلة اللي أدت إلى قلة الفيضان، فبدأوا يستنجدوا بالملك في مقابل حتى إن الاستقلال بتاع صعيد مصر يرجع، بس مصر بلد ما تجوعش. فالملك وافق لكنه قبض على أنصاره وأدى عنخ محور وعنخ والنفر كما ذكرت البصائق الديموتقية المصرية. وخلوا بالكم لما الوثيقة الديموتقية هي اللي تبدأ تتكلم، يبقى أنا عندي فيه حس وطني بدأ يشتغل. بعد ما الملك قبض على الثائرين وقفل الدنيا، اعلن الملك انه ان هو زي بقى زي جده قدم للمصريين تنازلات وقدم، فقالوا له حاضر. وسنه 196 اجتمع الكهنه فين؟ في منف، كتبوا نص بالهيروغليفي ثم الديموتيقي ثم اليوناني،
وكتبوا النص وبدأوا يحددوا فيه كل حاجة مطلوبة منه. وبعد ما كتبوا كل حاجة قالوا للملك شكرا، انت بطليموس الثالث زي ما قلت لكم قالوا له انت يورجيتيس، بطليموس الخامس قالوا له شكرا ايها الظاهر المؤثر، لكنك لم تفعل الا حاجتين، ما فعله ابوك وجدك، وما فعلت ما يقضي به القانون. يعني انت يا اخي ما بتسبخش علينا من نعمك، والقانون بيقول كده، وابوك وجدك قبليك عملوا كده، ما تجيش انت تقول انك عملت الحاجه الجديده اللي ما حدش عرف بيها. نفوذ البصريين، المرسوم ده كانوا باتنين اللي احنا بنعرفه باسم مرسوم او حجر رشيد، وهو النص الاشهر الموجود عندي اللي ساعد عدد كبير من الباحثين في معرفه ان اللغه المصريه القديمه لم تكن مجرد حروف، ولكنها كانت مجموعه من العلامات الثنائيه والثلاثيه ومجموعه من الرموز والمخصصات بما لا يتسع المجال ليه هنا ان احنا نتكلم عليه بشيء من التفصيل. بطليموس الخامس اكمل، لكن السلوقيين هجموا اخذوا جوف سوريا، انتهى امر جوف سوريا في الحرب السوريه الخامسه، كان على الملك انه يقدم التنازل. التنازل كان زواجه من ابنه انتيوخس حاكم سوريا، وهي البنت اللي عرفت باسم كليوباترا الاولى. كليوباترا الاولى هنا اصبحت هي الزوجه، كليوباترا مجيده الاب، او هترجم ترجمه استاذنا العظيم دكتور مصطفى العبادي رحمه الله عليه، ذات الاب المجيد. بطليموس الخامس تزوج كليوباترا الاولى، قدم لها المهر لانه اتجوزها على الطريقه المصريه مش على اليونانيه. المهر كان ايه؟ جوف سوريا ضاعت، وفقدت مصر جناحها الشرقي، فقدت الحمايه بتاعتها على الشرق. بطليموس الخامس عنده موته ترك الاتي، ترك ابنه هو بطليموس سته، بنت هي كليوباترا الثانيه، ولد هو بطليموس، هنسيب رقمه دلوقتي. بطليموس سته حمل لقب فيلوماتور وتزوج من اخته كليوباترا الثانيه وانتقل اليه العرش. ابتدى يهتم بالنوبه، عمل الدودو كاشين اللوحه اللي على فيلا، ابتدى يحصن المناطق وعمل منطقه ال 12 بعد من فيلا، وابتدى يرضي الكهنوت ما بين المعابد المختلفه. لكن المره دي بقى حصل حاجه. كانت في دوله قايمه بكل قوتها في غرب المتوسط هي روما، بعد انهيار دوله قرطاج او الدوله بعد وهزيمتهم لحنبعل والمنطقه دي بالكامل اللي هي الحروب البونيه او الحروب البونيقيه. في الناحيه الثانيه السلوكيين شايفين ان مصر دي ما ينفعش، الملك اللي كان بيحكم وابنه دول من نسلنا، بقى كليوباترا الاولى من السلوكيين، يبقى اذا انا محتاج ان انا اتولى الحكم. هنا كان الامر في صعوبه، الصعوبه دي بقى ايه اللي حصل؟ الصدام حصل ايه؟ خلينا مع بعض نشوفه الفيديو اللي جاي ان شاء الله. شكرا جزيلا.